34 سنة، مصممة أزياء للبكابوزات وصاحبة فكرة ميس بكابوزة لملك جمال بكابوزات أو بنة الأوفر ويت شوية. الفكرة جت أصلاً إن أنا يعني دايماً كان عندي مشكلة في حكاية اللبس وأنا صغيرة، زي أي بنت عايز تلبس حاجات تبقى لطيفة شكلها حلو ألوان مبهجة. لما كنتش بلاقي مقاسي كنت بعيط شوية وبعد كده أروح للترزي أعمل عنده اللبس بالشكل اللي أنا حباه. فسنة في اتنين في تلاتة الموضوع في مصر ما اتحلش لحد ما أنا كبرت وبقيت عايزة أجيب لبس، فبقيت أجيبه من برة. لقيت الموضوع بتعتمدي دايما على ذوق غيرك مش ذوقك أنتي، بتعتمدي دايما على اللي هيجي وبس. فقلت لأ، طب وليه، طب ما نعمل إحنا في مصر خط انتاج للبنات الكيرفي، البنات الاوفر ويت، البنات البكابوزات، على اساس ان هم يستمتعوا بلبس ويبقوا مبسوطين وتبقى في نفس الوقت بكابوزه بس مز. من هو اطلق على مها احمد هي بكابوزه السينما المصريه كان يمكن نسبه كبيره قوي في اختيار الاسم. لكن الفكره جت ان احنا عايزين نعمل بالانس في الفكره وفي الاسم، يكونوا هم الاثنين مربوطين ببعض. مش ينفع اقول عليها فات جيرل مثلا او اوبيس جيرل او مثلا بلس سايز او الحاجات اللي هي دايما او اكس اكس لارج. دايما كانت كلمه بتضايقني لما تلاقي يافطه كبيره قوي على المحل مكتوب اكس 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 لارج. سبقه تنطلق ان شاء الله يوم 15/4 التقديم، هيستمر لحد 30/5. الوزن خلينا زودنا شوية لان احنا جالنا 120، فقالنا طب يعني انا 125 و128 و123، فلقينا الموضوع كده شوية فخليناه من 80 ل 140. السن بقى من 18 ل 35 بدل 30 زي السنة فاتت. الطول هيبدأ من 155. ندخل بقى في المهم. احنا قلنا خلاص انسات ومدامات، انها تكون على قدر من الثقافة، لازم يكون عندها إلمام بالمعلومات العامة، لازم تكون عندها ثقة بنفسها، عندها مبدأ عايزة يعني تبعثه في الآخرين. عايزين ندعم المرأة البكابوزة على فكرة، عايزين نوجدها شغل، عايزين نوجدها في الحياة، عايزين نوجدها بالشكل اللي يليق بيها مش الشكل اللي بنضحك عليها بيه. اختلافنا اختيار رباني. أنا ما اخترتش أكون بكابوزة ولا أنت اخترت تكون نحيف ولا اخترت تكون بيضة وانت تختار تكون اسمر. احنا كلنا من ابداع الخالق، الخالق اللي خلق التنوع والتنوع صفة ربانية. اقبلني زي ما انا قبلك. ارجع للبنت البكروز، ثقتك في نفسك هي سلاحك في الحياة. ثقتك في نفسك وان ربنا وهبك نعمة، حتى لو بعض الناس بيقولك دي مش نعمة دي نقمة، بالعكس رب العالمين كان قادر يخلقك في احسن 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 شكل ممكن. اللي انت فيه ده هو احسن 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 شكل ممكن. بصي لغيرك وقولي الله انا الحمد لله جميله.